بالفعل إن مهمة رجال الأمن في الميدان بحكم طبيعتها محفوفة بالمخاطر والصعوبات، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها والتصدي لمرتكبيها الذين يستعملون أدوات محظورة لمحاولة الوصول إلى مبتغاهم الدنيا. لذلك تمت إحاطتها بعديد الضمانات القانونية والمادية للسماح لهم بتأديتها في إطار يكفل حقوق الغير في ظل الاحترام التام للقانون والتنظيم المعمول بهما، مع الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف وكرامة مهنتهم أو المساس بجهاز الأمن الوطني وسمعته.